مرحبا بالجميع، أنا ألم علي موان. مرحبا بالجميع، أنا اسمي سنب، من الأسرة الرابعة في مصر القديمة. عمري أكثر من 4500 سنة هذا العام. 很高兴认识您，尊敬的斯内普先生。 مرحبا بك معلمة وان. أنا قزم سعيد، أريد أن أقدم عائلتي للأصدقاء الصينيين وأدع الجميع يتعرفوا على أسرتنا المنسجمة في مصر القديمة، هل يمكن ذلك؟ 太好了，爱与和谐是人类永恒的主题。 非常高兴能感受您，感受您家人的幸福和喜悦。 آمل أن يحب جميع الأصدقاء الصينيين عائلتنا السعيدة في مصر القديمة. 当然，不过要让埃及导游都能用中文介绍您和您的家人。 آمل أن يتمكن كل مرشد سياحي مصري من تقديمي وعائلتي باللغة الصينية. 我们来看一下怎么用中文。 介绍这件文物。这组涂成彩色的石灰石雕像，来自第四王朝。处于核心地位的是这位侏儒，他的名字叫斯尼布。侏儒。 身体有残疾的丈夫，盘腿而坐。 جلس متربعاً. 搂 ضم حضن. 体贴 مراع لحاجات الآخرين. 残疾 معاق. 他们的儿子和女儿站在父亲膝下，
看起来就像是父亲的双腿一样。两个光溜溜的孩子还啃着手指头，显得画面更加生动。光溜溜，阿里，啃，嘎达玛。这个设计不但很好地掩饰了这位先生身体上的残疾，还显得夫妻恩爱，家庭和睦，生活幸福，可以说非常完美。掩饰 أخفى أو غطى على 恩爱 الألفة الزوجية الحب 和睦انسجام وفاق就这些。尊敬的斯尼布先生，您觉得这样介绍可以吗？ جيد. أتمنى أنا وعائلتي أن ننال إعجاب الأصدقاء الصينيين وأن يعرفوا أيضا أن الشعب المصري يتطلع إلى حياة أفضل وانسجام اجتماعي منذ آلاف السنين. 好的，希望埃及导游都能用中文介绍您。حسنا فلنقرأ الدرس مرة أخرى 好的我再读一遍这组涂成彩色的石灰石雕像来自第四王朝处于核心地位的是这位侏儒他的名字叫斯尼布古埃及人并不歧视侏儒，甚至认为侏儒很神奇。在古埃及，有两位著名的侏儒神，一是普塔神，他是父亲膝下，看起来就像是父亲的双腿一样。两个光溜溜的孩子还啃着手指头，显得画面更加生动。这个设计不但很好地掩饰了这位先生身体上的残疾，还显得夫妻恩爱，家庭和睦。